إننا نحب الوردة لكننا نحب القمح أكثر، ونحب عطر الورد لكن السنابل منه أطهر. فاحموا سنابلكم من الإعصار بالصدر المسمر، هاتوا السياج من الصدور، من الصدور فكيف يكسر؟ اقبض على عنق السنابل مثلما عانقت خنجر. الأرض، الفلاح، الإصرار، قل لي كيف تقهر؟ هذه الأقانيم الثلاثة كيف تقهر؟ أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الصينية بكين لحضور هذه الفعاليات التنموية والاقتصادية والسياسية. وعلى هامش هذه الفعاليات هناك لقاءات ثنائية عديدة مع القادة الدوليين المشاركين في قمة في منتدى الطريق. وبالأمس التقى الرئيس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول أمس التقى مع الرئيس الصيني. ومنتدى الحزام والطريق أو الطريق والحزام له قصة ربما غير مرئية للكثيرين، وهي أنه بيمثل محاولة صينية أو محاولة شرقية إنجاز التعبير لتدشين كيان في مواجهة الكيان المالي والاقتصادي الغربي. ربما لا ينظر الكثيرون إلى هذا الأمر من هذه الزاوية، لكن الصين هذا التنين المتصاعد على جميع المستويات والأصعدة ربما بيحاول أن يصنع ويدشن فكرة. هذه الفكرة بتحتاج إلى دول، بتحتاج إلى كثير من المشاركات لأصحاب المصالح. هكذا كانت هذا المنتدى الحزام والطريق كفكرة بتمثل رافدين للتعاون الدولي. الرافد الأول هو الطريق من الناحية البرية، فيه محور بري بيصل كل هذه الدول، وهناك محور مائي أو بحري بيصل كل هذه الدول، وبيتم توزيع المنافع بين الجميع وفق هذه المنظومة الجغرافية الاقتصادية السياسية. يعني مبادرة الحزام والطريق كما نراها في هذا الرسم السريع، عندي منتدى الحزام والطريق الأول في 14 و15 مايو 2017، والمنتدى الثاني اللي احنا بصدده الآن اللي هو من 25 ل27 أبريل 2019، يعني كل عامين بينعقد. الشاهد انه في أول مؤتمر كان فيه 29 دولة، في المؤتمر الحالي فيه 38 دولة. معنى ذلك انه هناك حالة صعود أو حالة يعني 29 ل38 فيه تنامي شديد لهذا المنتدى ليصبح كما قلت في البداية. كنت أقرأ كثيرا عن فكرة صينية لمحاولة مواجهة الرأسمالية المتوحشة كما رأى الصينيون في الغرب وفي الولايات المتحدة الأمريكية، فكانت فكرة الحزام والطريق كما نرى في الصورة. يعني في الصورة كي يرى ويفهم المشاهد الكريم طريق الحرير البري وطريق الحرير البحري. طريق الحرير البري اللي هو باللون الأحمر أهو، اللي بيطلع من الشيشان وبيتحرك في كل الدول الروسية حتى يصل إلى سمرقند، طهران، اسطنبول، موسكو، ثم يصل في النهاية إلى روتردام، إلى البندقية في إيطاليا. يبقى المحور اللي باللون الأحمر أهو قدامنا بيتحرك بريا بالبر سكة حديد أو بالشاحنات من أقصى الشرق، من الشرق الأقصى إلى البندقية في إيطاليا عبر
مسارات برية، إما بالشاحنات طرق البرية وإما بالسكك الحديدية. يبقى أدي اللون الأحمر الأول عشان الناس تعرف إيه هو مبادرة الحزام والطريق. إحنا بنسمع وبنقول الحزام والطريق، الحزام والطريق الصين، ما حدش عارف إيه الموضوع. الموضوع هو تعاون دولي وفق إمكانات لكل دولة، كل دولة بتقدم حاجة، يعني عاملين مشاركة، دولة بتقدم ميناء، دولة بتقدم طريق، دولة بتقدم بنية أساسية، دولة بتقدم محور معين. هقول لكم دلوقتي إيه الموضوع، لكن بتنطلق من المنطقة دي، من الصين أهو، من الحتة دي. عندي مسارين، مسار بالأحمر بري ومسار بالأزرق، هو ده المسار البحري الأطول، بيطلع من نفس المنطقة برضو من الصين أهو، جوانزو وهايكو، وبيروح لجاكرتا، كوالالمبور، وكولومبو، ماشي، بيخش بقى على افريقيا كل اهو اهو ده. كل دي مسارات بحريه بتصل الى نيروبي في غرب افريقيا في كينيا، ثم تنطلق في اتجاه الخليج الهندي، مضيق باب المندب، ثم تنطلق الى قناة السويس، ومن قناة السويس الى اثينا في اليونان، ومنها الى البندقية. يعني لو احنا نركز نلاقي انه هو ده حركة تجارة. الصين الناس دي بتفكر بشكل مش طبيعي. احنا خلينا نعرف الناس دي كيف تفكر، وكيف نتعلم من تفكير هؤلاء فيما ينعكس على مصالحنا في هذه المنطقة. في انتاج وفير، انتاج غزير، انتاج الصين بتنتج انتاج بيسموه في المفاهيم الاقتصادية الوفرات الاقتصادية، او وفرات الحجم الكبير، او اقتصاديات الحجم الكبير، او صناعات الحجم الكبير، بينتج انتاج غزير وفير اكثر من كل دول العالم. فالمنتج اللي هنا لازم يطلع يتصدر رو ماتيريال، او مستلزمات وسيطه، او سلع كامله، فلازم يطلع بكل الطرق، من الناحيه دي بالبر، ومن الناحيه دي بالبحر، عشان يصل لفين؟ لقلب اوروبا. اهو البندقيه هي الملتقى، ملتقى اللون الاحمر وملتقى اللون الازرق، يعني معناها انه الهدف الصيني توصيل او ايصال السلع والمنتجات الصينيه الى كل هذه المنطقه. يبقى هو بيمر من هنا اهو، هياخد ماليزيا واندونيسيا والصين وغيره وغيره، وعند نيروبي هيعمل عمليه ترانزيت، او عمليه ياخد بضائع افريقيه ويطلع عبر قناه السويس الى اوروبا، ومن ناحيه تاني هيطلع يلف هيفيد روسيا وغيره وايران وتركيا، والى يصل في النهايه الى برضو هولندا، ومنها الى ايطاليا. ادي المحور. طب انا هستفيد ايه؟ ايه القصه الكبيره اللي بحكيها، وخرايط ولون احمر ولون ازرق، انا هستفيد ايه؟ انا عندي اهو محور قناه السويس، فين؟ من اول هنا شغلك انت كمصر، اهو المنطقه دي كلها شغلك كمصر، الحته دي كلها. ايه اللي بعمله؟ عندي تسهيلات في عبور السفن في قناه السويس بستفيد. عندي محور قناه السويس، هذه المنطقه الواعده اللي الرئيس كان بيسوقها في هذا المؤتمر وهذا المنتدى، والناس كل المشاركين شايفين النقطة دي هي النقطة الأكثر إضاءة في هذا المشروع. الطريق، طريق الحرير، الطريق اللي احنا عايزين نحييه. المرور في قناة السويس هيخلي الناس تقدر تعمل عملية شحن وعملية تفريغ وعملية قيمة مضافة لوجستية في محور قناة السويس. هو ده الهدف الرئيسي من مشاركة مصر في هذا المنتدى. ايه؟ تسويق محور منطقة قناة السويس الاقتصادية. هذه المنطقة بيحلم فيها الرئيس أن تصبح على غرار ما هو موجود في هونج كونج. ده باختصار شديد فكرة طريق الحرير البري وطريق الحرير البحري اللي فيه منتدى دلوقتي في الصين بيحضره السيد الرئيس. إيه هو الموضوع؟ أهو شرحناه. إحنا هنستفيد إيه؟ هنستفيد منطقة قناة السويس، أو محور قناة السويس، أو المنطقة الاقتصادية في قناة السويس تصبح منطقة على مستوى الحلم القومي المصري. الرئيس تحدث وألغى كلمة في هذا المنتدى ركز فيها على أربع نقاط في غاية الأهمية. أعتقد في ثلاث نقاط الناس كلها تعرفهم، في نقطة جديدة تماما جديرة إن احنا نعرفها. كان المتحدثين في المنتدى مركزين قوي على فكرة
البنية التحتية كأحد مدخلات أو محددات التنمية المستدامة أو التنمية الشاملة. وإحنا عندنا في مصر خلال الخمسة أعوام الماضية كنا نركز تحديدا على البنية التحتية، فاكرين الطرق وخلافه. البنية التحتية بمفهومها الشامل، مية والكهرباء والطاقة والطرق، كل هذه الأمور اسمها البنية التحتية. حتى البنية التحتية المعلوماتية، البنية التحتية التشريعية، البنية التحتية البشرية، البنية التحتية التعليمية. احنا في مصر اشتغلنا خلال خمس سنوات في بناء او اعادة البنية التحتية بالشكل اللي يستحق ان احنا نقدر نقدمه للعالم. فيبقى البنية التحتية كانت محور في كلمة الرئيس بيقدمها العالم، ماذا صنعت مصر لكي تصنع بنية تحتية تليق بهذه الفكرة اللي احنا كنا بنشرحها دلوقتي. اتنين، محور قناة السويس اللي قلناها انه فكرة قناة السويس، يبقى احنا الفكرة دي كلها كان الرئيس بيشرح بيقول عشان انا في مصر اشارك معاكم تعتمدوا علي، انا عندي بنية اساسية معتبرة، اعتمدوا علي. دي الفكرة، يعني الدائرة دي كلها، لما الدائرة المقفولة احمر وازرق بتقول ان كل دول هنعمل منظومة لوجستية متكاملة، اي نقطة ضعيفة هتوقع المنظومة كلها. فبالتالي مصر بتشارك بتقول لا احنا نقدر نشارك معاكم ونستفيد منكم وتستفيدوا مننا لان عندي بنية اساسية تحتية. يبقى عندي اول حاجة البنية التحتية، عندي محور قناة السويس الرئيس قدمه للعالم ودعا العالم كله للاستثمار في منطقة قناة السويس. المحور الثالث، الرئيس قدم ان مصر اصبحت مركز او محور اقليمي للطاقة، محور اقليمي للطاقة بعد اكتشافات الغاز عندي. والرئيس قال ان تدشين منتدى الغاز في شرق المتوسط خير دليل على ان مصر مهيئة، مصر دولة يمكن ان تتحول الى مركز دولي للطاقة مش اقليمي بس، لكن احنا بدأنا بمركز اقليمي للطاقة. يبقى عندي البنية التحتية، عندي قناة سويس، عندي مركز اقليمي للطاقة. المحور الرابع مهم جدا جدا، مركز مصر اصبحت مركز اقليمي رقمي او مركز رقمي اقليمي لنقل حركة المعلومات والبيانات بين القارات. ايه المعلومة دي؟ انتوا تسمعوا الكابل البحري والكابلات البحرية، نسمع عنها. مصر كدولة بجغرافيتها بموقعها الجغرافي اصبحت في ملتقى، هي طول عمرها في ملتقى القارات. كيف يمكن استخدام مصر او كيف يمكن ان تتحول مصر الى مركز دولي لنقل البيانات الرقميه بين القارات وبعضها وبعض عن طريق الكابلات البحريه؟ اكبر دوله بيمر بها كابلات بحريه لنقل الداتا والمعلومات او البيانات بين القارات بعضها وبعض هي مصر. لذلك المحور الرابع، تحولت مصر الى مركز رقمي اقليمي لنقل حركه البيانات بين القارات عبر الكابلات البحريه. يبقى عندي اربع نقاط مهمه جدا عرضت بتقدم مصر اقتصاديا امام منتدى الطريق. محور قناه السويس، البنيه التحتيه، مصر اصبحت مركز اقليمي للطاقه، مركز رقمي اقليمي لنقل حركه البيانات بين القارات. ده الرئيس قدمه في كلمته امام الحزام والطريق. طبعا الرئيس اجرى مباحثات ثنائيه مع الرئيس الصيني، والصين اكبر شريك تجاري لمصر، اكبر شريك تجاري لمصر. احنا بنستورد من الصين وبنصدر للصين وفيه علاقات تجاريه كبيره جدا، لكن علينا ان نستفيد من التقنيات الصينيه في صناعات الحجم الكبير. الرئيس استقبل الرئيس الصيني ودارت مباحثات، هي اللقاء السابع، اللقاء السادس او اللقاء السابع تقريبا بين الرئيس السيسي والرئيس الصيني، وده بيعكس حجم العلاقه وعمق العلاقه بين البلدين. ايضا الرئيس بوتين لما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي وصف مصر بالشريك الموثوق به، قال احنا كدوله الاتحاد الروسي بنثق في مصر وبنثق برئيس مصر، والعلاقات الممتده التاريخيه والآنية بين مصر وروسيا، بين القاهرة وموسكو، علاقات مميزة بتتسم بالثقة بين الطرفين. ده كلام الرئيس بوتين. وقال نحن نطور علاقتنا اليوم وبحيوية كبيرة وبدون أي شك، ما عادش في شكوك، مصر شريك موثوق لروسيا
بشكل عام وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص. وقال بوتين متحدثا للرئيس السيسي، قال للرئيس السيسي إننا ننسق جهودنا على الساحة الدولية. بقول له حضرتك عارف إن احنا بننسق كل الجهود في كل القضايا الإقليمية والدولية، لذا أود أن أشكركم، أن أشكركم على مواقفك، على مواقفك، على أن تصبح، على موافقتك، على أن تصبح الرئيس المشارك لي لقمة روسيا أفريقيا الأولى التي ستعقد في أكتوبر من هذا العام. في أكتوبر شهر 10 القادم إن شاء الله في قمة أفريقية روسية. الرئيس الروسي دعا الرئيس السيسي أن يشاركه رئاسة هذه القمة. قال له تبقى أنت الرئيس المشارك لي في هذه القمة بصفتك رئيس الاتحاد الأفريقي. ده مين؟ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. طبعا العلاقات التجارية بيننا وبين روسيا وصلت إلى يعني درجة كبيرة جدا من الثقة خلال هذه المرحلة، والعلاقات وصلت 8 مليار دولار في الفترة من يناير، في الفترة من يناير لفبراير ارتفع كمان إلى 25%، يعني شريك تجاري، شريك استراتيجي، شريك عسكري بشكل لا يمكن أن ينكره منكر. النهاردة عيد، النهاردة سبت النور، وكان الخميس خميس العهد، وعيد القيامة المجيد. خلاص ساعات، كل عام وكل يوم وكل شهر وكل عيد، وإخواننا المحتفلين من الأقباط والمسيحيين بكل طوائفهم بخير، بخير وسلام. يا رب دايما مصر في أعياد، ويا رب دايما الكل فرحان، ويا رب دايما الكل سعيد، ويا رب دايما يعدي كل مناسبة من مناسباتنا اللي احنا دايما نفرح فيها بفرح، وتنتهي من فرح، تبدأ بفرح وتنتهي بفرح، ولا يعني ندعو الله أن يسلم ولا يكون هناك ما يعكر صفو أي أسرة وأي بيت في مصر. كل الناس المصريين بخير، اللي بيحتفل بعيد القيامة، واللي بيحتفل بشم النسيم، واللي بيحتفل بتحرير سيناء، واللي بيحتفل بشم النسيم، واللي بيحتفل بعيد ميلاده، واللي بيحتفل بعيد الربيع، واللي بيحتفل، كل المحتفلين في كل مكان، بقول يعني كل سنة وانتم طيبين، كل يوم يا رب يعد علينا واحنا بخير، واحنا بصحة، واحنا بسلام، واحنا بستر، واحنا بحب، واحنا وئام، واحنا بتسامح. يا رب عودها علينا جميعا بالخير والسعادة، ورب احفظ مصر. احنا في فترة اتحرمنا من ان احنا نحتفل وان احنا نفرح وان احنا نبارك لبعض ونهني بعض. احنا كنا قاعدين مخطوفين، دولة كانت مخطوفة، الحمد لله رجعت الدولة، رجعت هيبة الدولة. انا لنا ان نفرح قليلا، انا لنا ان نفرح قليلا، انا لنا ان نهنئ بعضنا بعض، انا لنا ان نشعر بالارتياح ونشعر بالاريحية ونشعر بالتسامح ونشعر بالتسامي. كل عام وكل أبناء هذا الشعب الطيب بخير. البابا توادروس استقبل شيخ الأزهر النهاردة الدكتور أحمد الطيب، ووفد من قيادات إسلامية زي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وفضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، وقدموا واجب التهنئة إلى أشقائهم الأقباط ممثلين في البابا توادروس. كل عام والجميع بخير. طبعا في كل المتواجد دائما الشرطة وأجهزة وزارة الداخلية، التأمين على مدار الساعة، يعني لم تنتهي الاستفتاء على التعديلات الدستورية وهذا المجهود الخرافي الذي قامت به وزارة الداخلية وكل أجهزتها على مدار الساعة خلال هذه الفترة الماضية. وتأتي يعني الاحتفالات بعيد سيناء، ثم الاحتفالات بأعياد القيامة، ثم شم النسيم. مجهود، مجهود من الدولة ممثلة في الداخلية. يعني أهو قدامنا التأمين الدقيق والتأمين الحاسم والتأمين الواعي والتأمين الدائم والتأمين المستمر من وزارة الداخلية وكل أجهزتها طبعا، عشان أأمن كنيسة، علشان أأمن شارع، علشان أأمن حديقة. الموضوع مش واحد شرطي واقف، لا، الموضوع فيه معلومات وفيه خطط وفيه دراسة وفيه مسح جغرافي، في مسح سكاني، في مسح للناس المسجلين خطر، فيه معلومات من الأمن الوطني، في معلومات من المباحث الجنائية، قصة كبيرة جدا.
يعني لسنا بصددها، لكن عشان الراجل يقف في الاخر الوقفه دي وراه خطه، عشان الراجل يقف الوقفه المحترمه دي اللي احنا كنا مفتقدين هذا الشكل اللي يمثل ويعكس هيبه الدوله. اعتقد انه انا لنا ان نامن، وانا بستدعي وبستعير وبغش من رئيس السادات يعني فعلا ان نامن بعد خوف. ده ليه؟ لان عندي درع وسيف بجد، درع وسيف، مش عايز ابوظ حلاوه وطلاوه الكلمه. عندي قوات مسلحه وعندي قوات شرطيه واعيه ومتيقظه ومتفانيه، كل واحد من دول نزل من بيته علشان مصر. فكل سنه ومصر دايما بخير، كل سنه واخواننا واخواتنا المحتفلين بكل انواع الاحتفالات بخير. قصة جميلة جدا عجبتني، أغنية سيدة مصرية عندها 55 سنة اسمها فاطمة، مقدمة عايزة تعمل عمرة. مين اللي وداها تعمل عمرة؟ جارها اللي هي مربياه اسمه أيمن جورج، واحد مسيحي قبطي وهي مسلم، طلعها على حسابه وعمل لها إجراءات العمرة لأنه قال دي ربطني زي أمي. الموضوع انا بالنسبه لي مش مثير، يعني انا بالنسبه لي مش خبر، لان عشت حاجات زي كده كتير وشفت حاجات زي كده كتير، لكن انا بنقلها للناس بقول بجد بجد الناس على فطرتها طيبه، الناس على الفطره، الناس جبلت على الفطره. يلوث هذه الفطره للاسف الشديد بعض الاشرار او بعض الخوف انجاز التعبير، لكن تاني بقول ان احنا شعب اصيل، شعب على فطرته. الراجل أيمن جورج اللي أنا بحييه والسيدة فاطمة اللي أنا بحييها فاطمة عيد عندها 55 سنة، إيه هو في الآخر قال دي زي والدتي، ده مربياني فأنا عايز أحقق لها حلمها وإن شاء الله أكمل. وأي حد نفس القصة عادي، يعني أنا شايف إن الأمر يعني أنا عشان أعمل معروف فحد قدم لي معروف، حد عمل لي خير فأنا بعمل له خير. أعتقد مش محتاجة إن أنا أدور على دينه، أنا شخصيا بتكلم عن نفسي، أنا أبحث دائما عن مكنون الإنساني، المكنون الإنساني المختبئ داخلنا دائما. إحنا محتاجين إن إحنا نطلع لقطات حلوة للناس. إحنا أعتقد إن في خلال الفترة القادمة سيكون هناك مشروع فكري، يعني أنا أتنبأ به أو كتب أو غيره تتحدث عن هذا، يعني هناك أناس، هناك ناس مركزين قوي في فكرة البحث عن دين الإنسانية. يعني الإنسانية الحقيقية اللي الأديان السماوية كلها بتكلم عليها، أعتقد في مشروع فكري بيتم داخل في إرهاصات لخروجه خلال المرحلة القادمة، مش مشروعي، مشروع آخرين، لكن بقول تاني خلينا نبحث عن الإنسانية في كل مكان في كل شيء. طيب معي الأستاذ أيمن جورج، أهلا بيك يا أستاذ أيمن. أهلا بيك يا فندم. كل سنة وأنت طيب الأول. وحضرتك طيب ومصر كلها بخير. يا رب دايما يا رب دايما. أنا مبسوط جدا ب باللي انت عملته مع خالتك انجاز التعبير او والدتك البديلة انجاز التعبير السيدة فاطمة عيد لما طلعتها عمرة على حسابك، والناس مش فاهمة العلاقة الانسانية اصلا ايه، الناس كانوا فاهمين غلط. قول لي يا ايمن ايه اللي حصل. والله انا عايز حضرتك اقول لك كلمتين، ان مصر بخير وما فيهاش مسيح ومسلم، كلنا واحد. وانا ادعيت على حفله بتاع تكريم الامهات المثاليات في جمعيه البر والتقوى فرع السلام، وخدت امي ديت خدتها معايا وقاعدين عادي عشان يكرموها بهديه عاديه عادي. فطلع الجمعيه عامله ثلاث رحلات عمره للناس بتوع الجمعيه، وهي اساسا ما حطتش اسمها في الموضوع القرعه وكده. فطبعا الناس عملوا القرعه وفي ثلاثه كسبوا عمره، فانا واقف على المنصه لقيتها قاعده كده بتعيط وبتقول يا رب ارزقني بعمره. فنزلت لقيتها بتعيط جامد قوي، فبقول لها مالك يا ماما في ايه؟ قالت لي انا نفسي في عمره وربنا يكتبها لي ان شاء الله. قلت لها خلاص اعتبري نفسك انت طالعه عمره. رحت سايبها وطلعت على المنصه تاني، رحت مسكت المايك رحبت بيها جدا وقلت لهم انا متبرع بعمره لامي اللي ما ولدتنيش. المقصود بالكلام اني مش تبرير بعمره، ولا يعني احنا في زمن الملياني كب على الفاضي. الله يكرمك ايمن، الله يكرمك ايمن. يا ريس الملياني كب على الفاضي، وبعدين هنا هي دي مصر.
كل يوم في كنايس بتتحرق وفي جوامع بتتحرق، احنا مالناش دعوه بالكلام ده، احنا نحب بعض ونحب الناس. وبعدين هم كذبوا الخبر، الجمعيه طبعا نزلت عشان ما اطولش على حضرتك، نزلت الخبر على صفحه الجمعيه، فناس كتير انتقدتني وقالت ده شو اعلامي، ده مش هيعمل حاجه. فالمهم انا التاشيره جت والحمد لله وديتها لغايه المطار، واتصورت انا وهي صوره عاديه جدا ونزلتها على صفحتي، قلت الحمد لله وفينا بالوعد، الناس بالناس. فلقيت الدنيا كلها بتكلمني الحمد لله، انا ولا عاملها شو اعلامي ولا محتاج يا عم ايمن، يا عم ايمن شو اعلامي شو اعلامي، اعمل الخير وسيبه ما تسالش على الناس. لا الحمد لله ما تسالش على حد، ربنا ما تسالش على حد، ربنا يتقبل منك ربنا. وكل سنه وانت طيب ومصر بخير ومصر طيبه يا ايمن. الناس بالناس. متشكر ليك يا ايمن، شكرا يا ايمن. ايمن قال كلمتين، قال المليان كوب على الفاضي باختصار، يعني من غير فلسفه ومن غير تنظير، دي التكافل الاجتماعي، هي دي الكلمه اللي قالها ايمن. المليان يكب على الفاضي، الغني ياخد باله من الفقير، الثري ياخد باله من اللي مش لاقي. كلمه المليان يكب كلمه طالعه من وسط مصريتنا، من وسط انسانيتنا، المليان يكب على الفاضي. ده الكلام اللي كان بيكتبه استاذنا سمنور عكاشه والناس اللي كانوا بيغوصوا في المجتمع بجد، يجيب انظف ما فيه وانقى ما فيه واطهر ما فيه، الناس تجيب النقاط المضيئه في هذا الشعب، في هذا المجتمع مليان، 100 مليون، 100 مليون حكايه، 100 مليون قصه، 100 مليون روايه، 100 مليون حلم، 100 مليون حاجه نظيفه موجوده. طلع وعلم المجتمع، طلع وقول للمجتمع عندك قيم تمسك بيها. احنا ممكن نشتغل على السلبيات، نقول فيه أسوأ و الى اخره، موجود وطلعوها افلام، هي فوضى ومش هي فوضى وهي غيره. هل كل المجتمع، هل كل المجتمع هي دي؟ هل كل المجتمع كله بيمثل مراقص ورشاوة وخيانة وما شابه؟ ولا المجتمع فيه ناس طيبة وناس بسيطة وناس متعاونة وناس متسامحة؟ المجتمع المصري بخير، خلينا نبص بعين الخير. كل سنة والجميع طيب، وما زلت متفائل، ودايما بقول إنه إرادة المجتمع المتفائلة لابد أن تنتصر، الإرادة المتفائلة لابد أن تنتصر، حتى لو كانت بالحسابات المتشائمة، حتى لو كان عقلك متشائم، عليك أن تتمسك بالإرادة المتفائلة. أستأذنكم جميعا في التفاؤل، فالخير موجود إلى يوم يبعثون. من ضمن النقاط الإيجابية المريحة هو حالة قوة الجنيه المصري في مواجهة الدولار. هو الجنيه أخباره إيه؟ الجنيه المسكين اللي اتمرمط خلال الفترة الماضية، خلال سنوات عديدة مضت، أخباره إيه دلوقتي؟ فاكرين النكات والكوميكسات والتريقات اللي كانت موجودة على الجنيه؟ بيترنح إني أغرق إني أغرق. فاكرين الاغاني اللي كانت بتحط على الجنيه يوم تحرير سعر الصرف في 4 فبراير 17؟ فاكرين اللي حصل؟ وبعدين الجنيه وقف بعد السخريه منه، بعد التريقه عليه، بعد اهانته، بعد وصفه باقزع الالفاظ، وقف صلب طوله، اثبت وجوده، واصبح الان بيقوى ويتصاعد في مواجهه الدولار. الدولار لم ينخفض، الجنيه اللي ارتفع، الدولار لم تنخفض قيمته، وإنما الجنيه المصري اللي ارتفعت قيمته. تعال نخش في الأرقام، دي أرقام كويسة. أداء الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عام 2018، الأداء الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، الإعلان ده غلط يا شباب، الإعلان ده غلط، صلحوه يا شباب. أداء الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في 2018، الدولار مش هو اللي بيؤدي، الجنيه اللي بيؤدي، الدولار ثابت عشان أكون واضح مع الناس. عندي في 31 ديسمبر أشتغل من 2 يناير 17.78 الجنيه سعره أمام الدولار، الدولار الواحد بيساوي 17.78، في ماشي الحال 17.73 17.70 17.71 17.71 اهو 17. اعلى حاجه وصل 17 كام؟ 97. 17.95
17 93 17 97 97 97 97 97. يبقى عندي في النص الاول لغايه شهر ابريل، يمكن لغايه شهر ابريل 31 مايو، لغايه مايو كان الجنيه الدولار بيتراوح من 17 78 17 71، يعني في السبعينات. بعد مايو بدا يوصل شغال في التسعينات، شايفين في التسعينات اهو وصل، يعني ما كسرش حاجز ال 18 لكنه يعني احتك بال 18. ده اداء الجنيه امام الدولار في 2018. طب تعالوا نشوف 2019 ايه اللي حصل. 2019 انا فاكر كنت بجيبها اخبار كده وانا بتكلم، الحق سعر الدولار اهو في ده 19، دي 19، دي 19 17 97 في يناير، في اخر يناير 17 73 بدا ينزل اهو. انا فاكر الكلام ده، اتكلمت عنه، علقت عنده وقعدت اقول فين الاعلان. في 28 فبراير 17 59 نزل تاني، في 29 مارس 17 39 نزل تالت، في 30 ابريل 17 24 وهنا واقفه بقى لو سمحت. لو سمحت هنا واقفه. 2 يناير يا مصريين الجنيه بتاعكو اثبت وجوده، وصل من 17 97، يعني قول 18 نزل الدولار او ارتفع الجنيه، خلينا اقول الكلام المظبوط، ارتفع الجنيه وصل ل 17 73، ده ارتفاع في سعر في قيمه الجنيه بالمناسبه في قوته الشرائيه. وفي 28 فبراير ارتفع تاني ل 59. انت شايف الارقام بتنزل، انا بقول بيرتفع، ما هو سعر الدولار سعره مقاوم بالجنيه بينخفض، يعني معناها الجنيه ارتفع، قوة الشرائية للجنيه زادت، قوة الجنيه بتاعك اللي كنا بنهينه ارتفعت في مواجهة الدولار الامريكي. طيب وصلنا 97 73 59 39 30 ابريل اللي احنا فيه، اللي احنا فيه دلوقتي كام؟ 17 24، 17 جنيه 24 من كام؟ من 97 اهو، 97 وصل 24 في ظرف قد ايه؟ يناير فبراير مارس ابريل، 4 شهور. في الربع الاول من عام 2019 بيحقق الجنيه المصري 4% صعود، 4% من قيمة الجنيه زادت في المتوسط العام. معناها ايه؟ معناها كتير، معناها ان الجنيه بتاعي بقى قوي، معناها القوة الشرائية للجنيه بتاعتي بقت قوية، معناها ان اقتصادي اللي في الاخر بيمثله الجنيه في حاجات ايجابية كتير ادت الى هذا. وشك منور عشان صحتك كويسة، وشك منور علشان خاطر قلبك كويس والكبد بتاعك كويس وباقي اعضائك كويس. لو انت وشك شاحب يبقى في عندك مشاكل، فوشك ده اللي هو الجنيه، قيمة الجنيه منورة زادت. ليه؟ في حاجات إيجابية صحية في باقي أعضاء الجسد الاقتصادي المصري. هل هذا يمثل خبرا عاديا؟ لا والله. هل هذا يمثل خبرا يمرر بين البرامج؟ لا والله. ده خبر المفروض نقف عنده كثيرا بالبحث والتحليل والتنظير أيضا والتهليل أيضا والتطبيل أيضا، لأنه يستحق. أنا بقول إنه الجنيه بتاعي من 97، من 17 97 ل 17 24، والله إنه أمر لو تعلمون عظيم. إجراءات أدي سنتين، أدي 18 وأدي 19. شوف الجنيه وصل فجأة في 30 أبريل من سنة بالظبط، وصل قفز هذه القفزة المدوية، وصل ل 17 97. النهارده بيهوي بينزل ل 17 24. مش عايز اقول والدولار اذا هوى يعني خالص، عايز اقول الجنيه واقف صلب طوله، اثبت وجوده رغم كل الاقاويل، ورغم ان الكلام ده ممكن يكون حد ما يعجبوش براحته. انا بقى بني الارقام واضحه، روح البنوك، روح شركات الصرافه، شوف هتلاقي ان لكن بسال بقى السؤال الازلي اللي بساله دايما، فين هذا الانجاز الاقتصادي من الاعلام؟ فين هذا الانجاز الاقتصادي من السوشيال ميديا؟ فين هذا الانجاز الاقتصادي من الدوريات اللي بتصدعنا كل شويه؟ كان يقول لك، فاكرين الجماعه بتوع الاخوان لما كانوا بيتكلموا يقول لك مصر على شفا الافلاس؟ فاكرين لما كانوا بيقولوا ان الدولار هيبقى ب 50 جنيه؟
فاكرين لما قالوا ان خلاص شهرين انا عايزكم ترجعوا هذا الكلام؟ ارجعوا له وشوفوه. يا ريت كنت جبتوها لي يا شباب والله كانت تبقى كويسه. يعني كنت هتقولي توقعات الاخوان وتوقعات ايمن مور وتوقعات حمزه زوبا وتوقعات كل هؤلاء على الاقتصاد المصري بعد تحرير سعر الصرف، كنت هتقولي توقعات ونشوف الناس دي بتقول ايه؟ بيضحكوا على الناس المريدين بتوعهم بايه؟ احنا شغالين باسلوب علمي، اسلوب تنظيمي، باسلوب واضح لا يقبل الجدل، كانت من نتائجه ان الجنيه المصري النهارده يا مصريين ب 17.24، اللي عنده دولارات مخزنها هيخسر، لا بيخسر، لا خسر بالفعل. اللي عنده دولارات بيقول ان الدولار وحائز العمله الصعبه ده نوع من قيمه مامونه او وعاء امن للقيمه، بقول له انت غلطان. الدولارات المفروض دي عمله مش مخزن للقيمه، الدولارات مش سلعه، كان بيتعامل معاها المصريين على انها سلعه زي الذهب والفضه. اخطا الجميع وتاثر الاقتصاد، لكن تصحيح الوضع الان قضى على السوق السوداء بالكليه، ما عادش في حاجه اسمها سوق سوداء خلاص. ولذلك بتجد انه ده من ضمن خطه تجفيف منابع تمويل العمليات الارهابيه. ده انعكس على ايه؟ ده الاستثمار. المبالغ بالمليار دولار، استثمارات الاجانب في اذون خزانه في يناير 2.18، فبراير 2.44، اهو يعني 2.18 2.44. اصدار سندات خزانه دولاريه عندي في يناير 4، ما عملتش خزانات، ما عملتش في شهر فبراير. قروض صندوق النقد الدولي 2 مليار اللي قلنا هنا، ما خدتش في شهر فبراير. الاجمالي 8.18 و2.44. انتوا عارفين معناها ايه الفكره دي؟ معناها لا اعتمد على تمويل خارجي، لا اعتمد على اقتراض خارجي، خلاص اهو شايفين انا عندي صفر وعندي صفر، ما عادش بطبع اذون خزانه عشان اصرف من بره. قصه كبيره جدا، وانا مش متخصص في الاقتصاد لكن انا بفهم اللي بقوله، بفهمه لكن انا مش متخصص. بقول انه اللي حصل في الاقتصاد المصري خلال الاعوام الماضيه اصلاح هيكلي جذري يمثل عمليات جراحيه تصل الى قلب مفتوح الاقتصاد، والاقتصاد دخل غرفه عنايه فائقه وخرج منها الان بيتعافى وبينطلق وبيصعد الى الامام. في نفس السياق الايجابي ذا ايكونومست المجله الاقتصاديه البريطانيه قالت انه الاقتصاد المصري اهم الاسواق الناشئه في العالم. تاني قالت ايه مجله الايكونومست الاقتصاديه البريطانيه؟ ان الاقتصاد المصري اهم الاسواق الناشئه في العالم، يعني اللي عايز يجي يستثمر يروح يستثمر في مصر. اقتصاد مصر بات اكثر جذبا للمستثمرين، ده عنوان الموضوع الرئيسي في المجله الاقتصاديه البريطانيه، ان الاقتصاد المصري بات اكثر جذبا للاستثمارات الدوليه. المجله بتقول تراجع، بتحكي بقى ليه؟ المجله بتشرح ايه اللي حصل. تراجع عجز الموازنه الميزانيه بلغ 12.5% من الناتج المحلي الاجمالي في 15/16، متوقع انه يتقلص العجز في 19/20 ل 7%. العجز 12.5 بقى 7.5، ده المجله بترصد. وبتقول المجله انه سجل الحساب العجز في الحساب الجاري قبل 3 سنوات 19.8 مليار دولار، تراجع الى 6 مليار دولار. احد المستثمرين في شركه امريكيه قال اشعر بالارتياح لشراء ورقه ماليه سندات او اذون خزانه مصريه لمده عام، لانه الاقتصاد المصري بات مامونا او بات امنا. تقول مجله بلغت تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر 6.6 مليار دولار في النصف الاول من السنه الماليه الحاليه 19/18. 6.6 مليار دولار استثمارات اجنبيه مباشره مش غير مباشره دون تغيير عن العام السابق. بيقول انه الاكتشافات الغاز والبترول والتنقيب ووفاء الدوله بالتزاماتها، كل ده ادى الى ان مصر تصبح دوله واعدة في استقبال الاستثمار الأجنبي، خاصة في الصناعات الثقيلة وخاصة في الصناعات البترولية والاستكشافية والصناعات الهندسية والغزل والنسيج وخلافه. بيقول المجلة شركة كوكاكولا وشركة بيبسي، بيبسي عملت استثمارات بنص مليار دولار
خلال العام. بتقول انه رئيس اتحاد اعمال في مصر سوق نامي، بيقول على مصر سوق نامي كلاسيكي يمتلك 20% من السكان 80% من القوى الشرائيه. المجله بتقول كده يعني. اتكلموا على صناعه السيارات، اتكلموا على ال 100,000 سياره بتاعت نيسان اللي انتجوها مع النصر السيارات. والمجله بتقول انه مصر في عندها مشكله تنافسيه مع بنجلاديش وفيتنام فيما يخص صناعه الغزل والنسيج، فلذلك يجب ان تتطور هذه الصناعه. كان معانا مداخله مع وزير قطاع الاعمال وبيقول ان الرئيس بنفسه بيتابع تطوير وتطور واصلاح وتصحيح مسيره صناعات الغزل والنسيج في مصر. انا بس بقول يعني المعلومه وفق المجله، المجله مظبوطه صحيح الكلام. بتقول كمان المجله انه تحولات المصريين في الخارج زادت عائدات سياحه الى الضعف اللي تبلغ 9.8 مليار دولار 4% من الناتج المحلي الاجمالي، بينما زادت التحولات بنسبه الخمس 26.4 مليار. يبقى تحولات المصريين في الخارج زادت وصلت 26.4 مليار، والسياحه عائداتها زادت. كل العوامل دي، السياحه والمصريين في الخارج والاستثمارات الاجنبيه اللي بتيجي من بره والكلام، كل ده ادى في النهايه الى ايه؟ الى الجنيه بقى قوي، ورقه الدمغه بتاعتك في النهايه اقتصادك بيقوم. يعني انا متخيله كان يحيي العظام وهي رميم، اتحدث عن الاقتصاد المصري واقول يحيي العظام وهي رميم، لكن كان وراها مجهود وقرارات، قرارات مؤلمه صارمه صادمه، لكن تحملناها، صبرنا، فهمنا، ايدنا، في النهايه هذه النتيجه اللي شفناها من شويه في سعر صرف الدولار امام الجنيه او الجنيه امام الدولار، وتقرير مجله ايكونوميست الاقتصاديه اللي بيتكلم بشكل ايجابي للغايه على الاقتصاد المصري. الرئيس موجود في الحزام والطريق في الصين، قابل رئيس الصين وقابل رئيس بوتين، قابل اخرين ومائده مستديره مع مستثمرين ومع كل زياره من زيارات الرئيس الخارجي. دائما لا يعني ترهق ذهنك، دائما ابحث عن الشق الاقتصادي، ابحث عن الشق الذي يفتح بيوت الناس. الشق الرئيس لما يقعد مع رئيس مع رؤساء واصحاب الشركات في امريكا، كان الرئيس في زيارته الاخيره لواشنطن قاعد مع حوالي 10 15 واحد من غرف تجارة أمريكية، كل واحد فيهم عنده اقتصاد، كل واحد شركة من الشركات عندها اقتصاد قد اقتصاد مصر. حاجة يعني ما تفكرش ان واحد مستثمر يعني عنده بيبيع عنده مول بيبيع بالتجزئة، واحد بيعمل شوكولاتة ولا بيعمل، فاكرين مصانع زمان بيمبم وغيره، لا، دول دوائر مالية بتتحكم في بليونز، بتتحكم في تريليونز. انا بقول الناس اللي بيقعدوا مع الرئيس شركات قادرة انه بتليفون، انه بإشارة منه، بابتسامة منه، بتطلع بورصة وتنزل بورصة. فالرئيس بيقعد مع هؤلاء المسؤولين واصحاب الشركات، يقدم لهم الفرص الموجودة في مصر ويسمع منهم، ولو في شكوى بتتحل فورا. انا فاكر كان في لقاء بين الرئيس وبين المستثمرين في النمسا، قال لهم قولوا لي الشكاوى اللي عندكم، قالوا ما فيش، احنا عايزين نضاعف بس شغلنا شوية، عايزين نضاعف الشغل بتاعنا، فعلى ما نيجي نضاعف عايزين الاجراءات تبقى اسهل ولا حاجه. احنا بلدنا واعده، لكن احنا المفروض علينا ان نراها على حقيقتها دون زيف، ونخلينا نشوف لو في مواضع خلل نشتغل عليها. الرئيس بيشتغل والحكومه بتحاول والناس بدات تتحرك، لكن في الطبقات الدنيا من الدنيا الموظفين، والدوله عميقه في الموظفين، لسه عايش في زمن مضى، لسه متخيل ان هو هات لي ورقه دمغه وفوت علينا بكره، تعالى في الطراوه، لا تعالى بعد الفطار، تعالى بعد الكلام ده كله لازم ينسف، لانه الاقتصاد العالمي لا يفهم في هذا، والاستثمارات الدوليه لا تفهم في هذا. عندنا بيئه تشريعيه بتتغير، عندنا بيئه وظيفيه لابد ان تتغير. معهد كارنيجي للسلام، معهد دائما ما يعني اضع علامات تعجب وعلامات استفهام حول كل ما يصدر عنه او منه من دوريات او من دراسات، لكن الغريب خلال المرحله الماضيه وجدت انه هذا المعهد
بيفتح ابوابه للكثيرين المناوئين لسياسه الدوله المصريه بشكل اصبح او بات كظاهره. اراه هكذا، ربما اكون مخطئ، لكن معهد كارنيجي افرز لنا عمرو حمزاوي مثلا، يعني هذا المعهد افرز نموذج عمرو حمزاوي، هذا النموذج المتحزلق المتكلم التنظيري الذي ينفصل انفصالا كليا عن الواقع، لا يرى الواقع الا من خلال منظر يعني ربما بيعكس لا يعكس حقيقه الاشياء. هناك كاتب اخر في اسمه مصري للاسف اسمه ماجد منظور، بيكتب في كارنيجي للسلام، وانتقل من كارنيجي الى الكتابه في وسيلتين او مؤسستين، الاولى اسمها نون بوست والثانيه اسمها اوبن ديموكراسي. النون بوست واوبن ديموكراسي الاثنين بحثنا عنهم لقيتهم مملوكين لعزم بشاره، ممولين من قطر وبيرأسهم عزم بشاره. عندما اقول عزم بشاره اعلم انه ضد مصر الدوله، مش ضد مصر الرئيس، لك ان تثق 100% ان عزم بشاره عراب الخراب في المنطقه، مستشار سياسي لامير قطر، لا يبحث عن، هو كان يساري في يوم الايام، عروبي في يوم الايام، لكنه اقصى ما يمين الولاء لدوله اسرائيل. قلنا لكم قبل كده اكثر من مره، عزم بشاره بيملك قناه العربي اللي بيطلع منها برنامج يوتيوب، عزم بشاره بيملك قناه العربي اللي بتشتغل عنده ليليان داوود، عزم بشاره عنده قناه العربي اللي كان طالع فيها ايمن نور خلال الفتره الماضيه، عزم بشاره هو اللي بيمول قناه الشرق القطري الشرق اللي بيرأسها أيمن نور، أيمن نور شغال خادم عند عزم بشارة، وعزم بشارة بيملك هو من خلال إدارته السياسية لأمير قطر بيملك أكثر من 30 مركز بحثي حول العالم ومواقع كثيرة وقنوات كثيرة. هو ده عزم بشارة لمن لا يعلم، يعني ده عزم بشارة، هذا الشخص الكريه الكاره لمصر، كريه في ذاته، كاره لمصر، ونحن لا نكره ولا نحب الأشخاص على أفكارهم وإنما على سلوكهم تجاه بلدنا. ده عضو الكنيسة الإسرائيلي وده بيقبض من إسرائيل وده يعني أقسم يمين الولاء لدولة إسرائيل، عنده بيملك قناة، أنا تاني بقول قناة العربي اللي بتصدر تبث من لندن، اللي بيطلع فيها يوتيوب، واللي بيطلع فيها ليليان داوود، وهذه القناة اللي كل هدفها في الحياة ان هي تناوئ الدولة المصرية، بس ده الفكرة الاساسية عندهم. قالوا الجزيرة ممكن تقفل في يوم من الايام لاي سبب، فبيعملوا البديل للجزيرة هي قناة العربي، هي القناة البديلة التي تجهز وتعد لكي تكون بديلا لهذه المنصة المسمومة الجزيرة. شيل صورته يا أصلاً. الولد ماجد منظور كتب تقرير نشره في الكارنيجي، في معهد كارنيجي، بيتكلم فيه عن الدولة المصرية ممثلة في جهاز الأمن، في جهاز الشرطة، إنه بيصفي بين قوسين بقى مش الإرهابيين، هو قال لك المسلحين، المتمردين، الجهاديين. أنا عايز أقول تاني إنه إحنا منتبهين وشايفين الصورة على أوضح ما تكون، محاولة هؤلاء المستميتة الدائمة الدؤوبة لمحاولة تشكيك الناس في مسعى الدولة للقضاء على الإرهاب مكتوب عليها الفشل، مكتوب عليها الفشل، ما في ذلك شك. خلاص يعني الأخ ماجد منظور مأجور، يعني أنا ما جبتش جديد، ده مش خبر، يعني مش خبر بقوله، لكن أنا بعرفكم بس إن معهد كارنيجي للسلام علاقته مع عزم بشارة، علاقة عزم بشارة بنون بوست وأوبن ديموكراسي، علاقته بأمير قطر، علاقتهم بهؤلاء المرتزقة أي من نور وخلافه، علاقة عضوية. وأنا في مرة إن شاء الله ربنا بس يديني الوقت إن أرسم لكم العلاقات بين هؤلاء يعني بالصور، مين بيقبض مين، أمير قطر شغال عنده عزم بشارة، شغال عند عزم بشارة أيمن نور، شغال عند أيمن نور معتز مطر ومحمد ناصر ومين ومين ومين، وعندهم كام مركز دراسات بيشتغل فيهم مين، وبيبدا يصرف على هؤلاء من خلال مركز، تعال اكتب لنا دراسه وياخد فيها، ياخد 10000 دولار، يجيب سيناتور يقول له تعال اديني محاضره يديله 10000 دولار، يجيب صحفي مرتزق في حته يديله فلوس كتير جدا عند قطر. هدفه الاساسي فيها انه يفسد المشهد الداخلي في مصر. ليه مصر؟
علشان مصر هي الدولة الوحيدة اللي أفسدت المخطط اللي كان معد سلفا لإيقاع المنطقة فيما يسمى بإطار أو نطاق أو هلال الإسلام السياسي الإخواني. مكملين والشرق ووطن والعربي، كل دول ممولين من مين؟ وده عزمي وده معتز وده أيمن وده عزمي. كل الفرقة دي، كل العصابة دي بيقبضوا من جيب واحد بس، مكنة الصرف مين؟ تميم ابن حمد. تميم ابن حمد هو ماكينة الصراف الآلي لهؤلاء. كل دول بياكلوا حرام، دول أكلت الحرام، اللئام على كل الموائد آكلون، رافعين لكل الرايات، ويتحدثون باسم الله، ويذكرونني بما جرى في حروراء. هؤلاء عزم بشارة، محمد ناصر، معتز معرفش ايه، ايمن معرفش ايه. شيل يا ابني شيل. فاكرين ايمن نور الاسبوع اللي فات يوم الاربعاء يمكن اخر حلقة لما عمل مبادرة وقلت عليه ايمن بيبيض مبادرات، كل ما ينام يقوم يطلع لنا مبادرة، يرقد كده يطلع مبادرة في الآخر، تفقس مبادرة، ما اعرفش المبادرة جاية منين، لكنه في النهاية أيمن يعني واحد بيقول لي من السياسيين بيقول لي يا عم ده بياكل عيش، هو كل شوية يطلع بفرقعة، كل شوية يطلع بفرقعة، كل شوية يطلع بحاجة في الآخر عشان يقول أنا موجود، فبالتالي التمويل يستمر موجود. أيمن نور لو استمر صامتا لن يأتيه التمويل القطري عبر عزمي بشهر، فبالتالي لازم يطلع يقول هذا الكلام. هو بيقوم بدور طول عمر أيمن رجل أدوار، رجل أدوار لم يكن له لم يكن رجل مبدأ في يوم من الأيام. تعالوا بس أفتكر معاكم المبادرة يعني بس كم ثانية كده أفتكر المبادرة بتاعت أيمن نور اللي قال فيها في 100 شخصية نقعد نتكلم علشان ننقذ مصر. تعال نشوف. ببدء حوار حقيقي للوصول لما يملأ هذا الفراغ. أنا مش هوجه كلامي على العموم للجماعات والطيارات والأحزاب وكلهم مدعوين، وبوجه دعوتي لهم جميعا. ده باختصار قال إن أنا عندي مبادرة، وقعد جنبه شوية الصيع بتوع الإخوان يحيى حامد وغيره اللي على الصيع دي، وهو قال إنه أنا عندي مبادرة في 100 شخصية، يعني 100 شخصية محترمين يعني كده، يعني إيه هم دول ينقذوا مصر. منهم مين؟ بهي الدين حسن، لاعب فرنسا بتاع حقوق الإنسان اللي راح اشتكى مصر الاتحاد. بهي الدين حسن فوجئت، كتب تغريده وقال له يا ابني انت، يا ابني انت ايه اهي، قال له حسن النوايا لا يكفي، علمت بالصدفه خلال لقاء تلفزيوني معي بلندن ان الدكتور ايمن نور قد اعلن عن مقترح سياسي وان اسمي مدرجا به ضمن قائمه من الشخصيات العامه. اود ان اوضح للراي العام انني لم اطلع على هذا المقترح من قبل، وانه لم تجرى استشارتي في مساله ادراج اسمي فيه. يعني بهي الدين حسن صفع أيمن نور صفعة سياسية وقال له أنت بتحط اسمي في القايمة بتاعتك ليه؟ لا شرطني ولا أعرف عنك حاجة يا أيمن يا كذاب. ده بهي الدين حسن بيصفع أيمن نور. طيب ده هو بس كده؟ لا، تعالوا شوفوا بقى كمان. هو من ضمن الأسماء جورج إسحاق، وانا حتى كنت بتكلم بقول ايه المره اللي بقول ايه، انا قريت بعض الاسماء قلت والله ما اعرفش هم موافقين، جورج اسحاق وبهي الدين حسن وانور السادات ومين ومين وغيره، كل هؤلاء مش فارق معايا مين، بس انا بسال. هو ايمن نور ده الولد ايمن نور اصيب بلوثه عقليه لم يعد يستطيع ان يركز ويفكر كما الناس العاديين. ايمن نور حصل له عمليه، يعني كان بيعمل عمليه تجميل في دماغه في عقله فضرب منه. طب القلم الثاني راح من مين؟ من جورج اسحاق. تعال نشوف جورج اسحاق قال لي ايمن نور ايه. هذا الموضوع ليس لي علاقه به لا من بعيد ولا من قريب. الحاجه الثانيه، رغم العلاقات الانسانيه بيني وبين الاستاذ ايمن، انه لا يصح ابدا اطلاقا انه يحشر الاسماء بهذا الشكل الفج. انتوا يعني موافقين او مش موافقين، ده كلام ما يصحش. الموضوع مرفوض شكلا وموضوعا. شكلا لان الاشخاص المعطوطين سمك لبن طبرهين، موضوعا انه احنا بنسعى الى طيار مدني
لبناء دولة ديمقراطية حديثة، ولا نقبل إطلاقا أي طرف آخر من الأطراف اللي ذكرها معظم الأفكار الأشخاص اللي ذكرهم الأستاذ أجمل. الحاجة الثانية، نحن لا نعمل في المعارضة من الخارج إطلاقا. اللي عاوز يعارض يتفضل يجي هنا، لأنه المعارضة من الخارج مشكوك فيها ومحاطة بحاجات سيئة جدا. فأنا شخصيا يعني لا أقبل هذه الدعوة، ومرفوضة مني رفضا تاما. يبقى ده تاني واحد قال لأيمن نور أنت يا أيمن كذاب، لأنه ليس من حقك أن تضع اسمي أو تتحدث باسمي. يبقى أول واحد بهي الدين حسن اللي موجود في فرنسا قال له أنت اسمي مين قال لك حط اسمي؟ تاني واحد جورج إسحاق قال له أنت المعارضة من الخارج مشكوك في وطنيتها أو فيها. أنا شخصياً لي تحفظات كثيرة على جورج إسحاق، بل في المطلقة على جورج، على أداء جورج إسحاق. ما هو كل واحد يطلع يا جماعة يفكر نفسه وطني بقى وبطل بقى وزعيم، فعايز ياخد كل حاجة. جورج إسحاق فاكرين حركة الكفاية وغيره، هو بيرى في نفسه إنه شايف نفسه زعيم، شايف نفسه جدير إنه هو يكون يعني على رأس القائمة في كل شيء. كل واحد له حق في تطلعات، لكن انزل الأرض يا أخي. لكن لا أنا يعني شايف جورج إسحاق بيتكلم في قناة العربي بالمناسبة، يعني هو عامل مداخلة مع قناة العربي الممولة من مين؟ رئيس مجلس إدارة، مش ممولة، رئيس مجلس إدارة، ابحثوا، عزمي بشارة. فأنا ليا تحفظات على جورج، لكن بنقل كلامه اللي كذب فيه أيمن نور. أيمن نور كذاب. أيمن نور لو في كلمة، يعني أنا أصلا أليت على نفسي ألا أتطاول على أحد لأنها لا يستحقه يعني، لكن بقول فعلا أن أيمن نور رجل كذاب، مش رجل، أيمن نور كذاب. والدليل كلام وتغريدة بهي الدين حسن اللي قال له فيها انت كذاب، ما تحطش اسم، ما تكلمش باسمي. التاني جورج اسحاق قال له انت، انا ليا تحفظ كامل على المعارضة في الخارج، معارضة غير وطنية. طيب تعالوا، وحاطط من ضمن الاسماء الدكتور عمرو هاشم ربيع. الدكتور عمرو هاشم ربيع مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية طلع بيان، قال نشرت وسائل الاعلام المختلفه دعوه لي من دكتور ايمن نور رئيس حزب الغد سابقا لمؤتمر ينعقد في تركيا يضم 100 شخصيه وطنيه مصريه، وذلك للحوار لانقاذ مصر، واذ اشكر له تلك الدعوه، الا انني اعتذر عن عدم قبولها، حيث انني هنا اتمتع بكامل الحريه في ان اعبر عن كافه ارائي ومواقفي، ولم يطلني طيله حياتي اي توقيف او تهديد او انذار نتيجه ذلك، ولم أغير مواقفي إذا أي حدث يخص الشأن العام في مصر. لذلك فإنني على قناعة تامة أن أي تغيير أو إصلاح في النظام السياسي المصري يجب أن يكون من الداخل وفي الداخل، إيمانا منا بحرية الكلمة بغض النظر عن مكانها، وعدم قناعتي بالاستقواء بالخارج التركي أو الأمريكي أو القطري، وتأكيدا لكل مواقفي في حتمية الانتقال إلى الحكم الديمقراطي المدني النزيه والشفاف. دكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. يبقى ثلاثة صفعات على مؤخرة أيمن نور، الأولى من فرنسا أو من لندن من بهي الدين حسن، الثانية من جورج إسحاق، والثالثة من عمرو هاشم ربيع، والبقية تأتي سوف أوافيكم. منتظر أسمع رأي عمرو موسى، منتظر أسمع رأي أنور السادات، منتظر أسمع رأي أكرم أرطام، منتظر أسمع رأي الكثيرين، أبو الغار وخلافه. خلينا، أيمن نور عبارة عن أراجوز، هل تقبلون أن يحرككم أراجوز أيا كانت مواقفكم السياسية؟ والمسافات السياسية بين أيمن نور وهؤلاء هي مسافات صفرية، لأن أيمن نور ليس سياسيا في المقام الأول، وإنما هو رجل مهرج. أيمن نور ليس سياسيا، كان مهرجا فيما مضى، مهرجا الآن، سمسار مواقف، يبيع مواقف، يتاجر بمواقف. أيمن نور لم يكن في يوم ما إلا العوبة في أيدي الآخرين، استخدموها أيام مبارك، كان بيلعب على كل الحبال ويأكل على كل الموائد ويرفع كل الرايات ويقبض الثمن من الجميع في آن واحد. واسألوا جميل إسماعيل. طيب تعالوا نشوف أيمن نور وهو بيهاجم المعارضة، تعالوا نشوف. وكيف نستطيع أن نتعلم من أخطائنا؟ الكل أخطأ، لا أحد لم يخطئ. القوى الإسلامية أخطأت، والقوى الليبرالية أخطأت، وهذه الأخطاء إن لم نتعلم منها
فلا نستحق ابدا الحق في الحياه. بيكلم بيقول لا نستحق والله انت لا تستحق الحياه. والله من ذهبوا عن هذه الحياه هم من يستحقوا الحياه. امثالك يا ايمن لا يستحق الا الشفقه. امثالك لا يستحق فعلا، امثالك لا يستحق الا الرثاء. امثالك لا يستحق الا حاله الاشمئزاز فعلا. يعني دول الثلاث صفعات، ادي جورج اسحاق وهاشم عمرو هاشم ربيع وبهي الدين حسن، صفعات على وعجبني انا يعني هذا كلام. يعني بهي باعك، يعني بهي اصلا راجل خاين، بهي الدين حسن راجل خاين، خاين يعني خاين كامل الاوصاف، وايمن نور خاين كامل الاوصاف، فالخونة وقعوا في بعض الاثنين وادوا قلم لبعض. لسه هنشوف ايه، هتحلو. انا بقول لكم الفترة الجاية هتحلو، هنشوف بقى. ويعني تجعلهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، انت فكرهم واحد وهم كلهم ضايعين، شوية صيع، شوية مرتزقة، شوية ناس سمسرة، سمسرة مواقف وسمسرة اوطان، خلاص البلد كل يوم بتعدي. هم الجنان اصابهم، الجنون اصابهم، شايفين الدولة بتصعد بتتنامى بتتعاظم، موقف مصر بيتكلموا على عبد الفتاح السيسي، العالم كله بينشر وده، بيتكلموا على عبد الفتاح السيسي رئيس مصر، اصبح رئيس الاتحاد الافريقي، كلموا عليه اصبح الان بيدعى. شفت النهارده في صوره والله كانت رائعه، قاعد رئيس النمسا المستشار النمساوي، وقاعد على شماله بوتين في اللي جالس في الاستراحه بريك، وده بيتكلم معاه الرئيس، وده بيتكلم معاه، وده عمال يقول له، وده بيضحكه، وده بيحاول يقول له. منظر يعني رغم بساطته الا انه يعكس. لا يمكن ان يقف سباستيان رئيس مستشار النمسا لكي يعني بهذا الشكل. اتوها يا اولاد لو موجود عندكم. شيء بيعكس قوه مصر، او بيعكس قوه الرئيس، وبيعكس وضع الرئيس خلال الفترة الحالية والفترة الماضية. مصر بتتصاعد، الرئيس الروسي بيدعو الرئيس السيسي لمشاركته رئاسة القمة الروسية الأفريقية في أكتوبر القادم، ولسه من كام شهر كنا الرئيس بيرأس القمة العربية الأوروبية، وكان لسه بيرأس الاتحاد الأفريقي، وكان يعني أنا عايز أقول كل هذه الصعودات إنجاز التعبير على كافة الأصعدة بتؤكد أنه الدائرة بتضيق عليهم. وأنا أؤكد مرة أخرى تاني، رسالة واضحة جلية ليس فيها تورية مني إلى هؤلاء الهاربين في تركيا والهاربين في قطر، قريبا جدا، مرة أخرى قريبا جدا سوف تسلمون إلى مصر أقرب مما تتخيلون، وجاري الآن السير في هذا الاتجاه. وبقول تاني، كل هؤلاء المتواجدين في تركيا، محمد ناصر ولا معتز مطر ولا أيمن نور ولا حمزة زوبع ولا سامي كمال الدين، بقول تاني قريبا جدا أقرب مما تتخيلون، الدائرة ضاقت عليكم بحكم إيه؟ بحكم من تحتمون به تظنونه أمير المؤمنين، هو ليس بأمير المؤمنين، وإنما المسألة مصالح، والمسألة علاقات، والمسألة هناك أجهزة تتواصل، وفي النهاية الدائرة بتدور عليكم وسوف تسلمون أقرب مما تتخيلون. وبقول تاني، لن تصبح قطر مأوى آمن لكم فيما بعد. أقول للجميع إن مصر الدولة الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ بتعلم وتعرف متى تصفع ومتى تصفح، متى تصفع ومتى تصفح. ومصر لن تصفح أبدا لكل لسان خائن، لكل قلم خائن، لكل يد خائنة. لا صفح بعد اليوم، وإنما صفعات وصفعات، وإن غدا لناظره قريب. وكل من يستمع يعي أن ما أقوله سوف يحدث قريبا جدا.
أيمن نور بعد الصفعات الثلاثة تراجع كما عادته، يقول لم أقدم مبادرة من الأساس. نستمع إليه. اسمحي لي في البداية أن أؤكد أني لم أطرح مبادرة. أنا فقط وجهت دعوة لعدد من الأسماء المقترحة كي تبدأ مرحلة الحوار. هذا الحوار قد يسفر عن مبادرة، قد يسفر عن لا شيء، قد يسفر عن توافق، قد يسفر عن طرح بدائل يطمئن ليها الناس التي تسعى إلى إحداث تغيير في مصر وتشعر بالقلق أن القادم أو التغيير لابد أن يكون محدد الملامح ومتوافق عليه بين مكونات الجماعة الوطنية المصرية. أنا اقترحت على سبيل الاسترشاد عدد من الأسماء، الحقيقة هو كانوا تجاوزوا 100، حوالي 123 اسم. وتصورت يعني منذ الساعات الأولى من طرح الأسماء تصورت أن هناك اعتذارات قد تأتي من المقيمين داخل مصر بكم كبير. ده عيل لمؤاخذة يعني لا يؤخذ من كلامه ولا ده. أنا سميته زمان اسم حقيقي، ده أبو ليا فعلا، أبو ليا الخروف. عارفين ليه الخروف؟ كلنا عارفين يعني، محدش فينا يعني أفندي يعني. هو ده أيمن نور، ده بيفكرني فعلا بالخروف. أبو ليا ملوش طعم، واحد بلا طعم بلا نكهة. هو هذا الشخص كريه، شخص كريه، كان كريها وما زال وسيظل، لكن أخرته قربت. ده اللي أقدر أقوله وأطمنكم أن أخرة أيمن نور وهذه الأبواق وهذه المحطات وهذا الكلام كله أصبح في طي، هيبقى ذكرى قريب جدا. تعالوا بقى نشوف الولد الكومبارس اللي طالعين بيه انه راح الكونجرس الامريكي وبيعمل مش عارف ايه وعايز ايه. عمرو واكد، عمرو واكد الفكر لازم يختلف بينا زي ما الفواكه بتختلف، واللي عايز لفكره هو لوحده انه يسيطر دون مكان لفكر الاخرين بقى زيه زي اللي عايزك تقعد طول عمرك تاكل موز بس، حتى لو بتحب الموز يا اخي، المانجا حلوة ومفيدة وزي الفل. المعارضة مش خيانة، المعارضة مانجا في مواجهة الموز. والله العظيم همي يضحك وهمي يبكي. يعني المعارضة مانجا في مواجهة الموز اصبح ده ان دل على شيء فانما يدل على، انتوا عارفين لما يكون في ماتش كوره كده يعني وفريق يهزم فريق 6-0 مثلا، فاكرين حاجه زي كده يعني؟ فبيحصل عمليه ايه؟ يقول لك ده خرف من كتر الصدمه، او واحد جات له مصيبه كبيره جدا فعمال يهزي خرف، فهو بيكلم اي كلام. يقول لك يا عم ما تاخدش على الكلام ده، عنده مصيبه اصلا. عارفين الراجل لما يحصل له حاجه ويمشي في ميدان التحرير يطفي السجاير في راسه ويقطع جرايد ويخرمها؟ هو الولد عمرو واكد يعني وايمن نور والمجموعه دي اخرتهم هيمشوا في شوارع اسطنبول ماشيين بهدوم مقطعه وايمن نور بيطفي سجاير في دماغه. ده الجنان. عمرو واكد بيتكلم دلوقتي على المعارضه سياسيا، ادي الخطاب السياسي بتاعهم، الخطاب السياسي. المعارضه منجا في مواجهه الموز، المعارضه منجا في مواجهه الموز. هذه العبارات لم نسمع بها حتى في جمهوريه الموز. هو ما عرفش يعني جمهوريه الموز اصلا. هو طلع سخنوه زي هشام عبد الله والمجموعه دي، ومجموعه كريهه بجد، مجموعه اقسم بالله. كل الناس المتواجدين في تركيا، كل الناس المتواجدين في تركيا، انا بشوف بص على عينيهم، هشام عبد الله، في واحد تاني اسمه هشام حاجه تاني، ممثل تاني، ممثل صقيع رقيع كده، اسمه يا اولاد هشام عبد الحميد. يا عم ركزوا معايا، يا عم ركزوا معايا. هشام عبد الحميد وهشام عبد الله اتنين ممثلين هناك، وفي واحد تاني ومحمد شومان، قال ثلاثة، وأيمن نور معروف، وصاحبنا مطر، وصاحبنا ناصر، وزوبع، وسامي كمال الدين. هاتهم كلهم وقفهم صف. قسما بالله هؤلاء بيجمعهم خلل عقلي، بيجمعهم شيزوفرينيا، بيجمعهم عقد، معرفش العقد دي جايه منين. في كل واحد عنده عقدة ما. هشام عبد الحميد ده شكله عنده عقدة، هشام عبد الله ده عنده عقد كتير جدا. الناس دي يعني بيجمعهم كلهم، في عندهم بارانويا، في عندهم شيزوفرينيا، في حاجه بتجمعهم. لكن انا لا يجمعهم مبدا، ولا يجمعهم فكره، ولا يجمعهم رابط فكري.
هؤلاء مجموعة من الأصفار لو جمعتها في الآخر الناتج يبقى صفر كبير أو صفر صغير. مجموعة أيمن نور حذاء متعدد المقاسات بيتلبس في كل وقت وفي كل عيد. معتز مطر كان بيسبح بحمد الجيش المصري هنا مع مصطفى بكري، فاكر في حوار اللي انت جيبه لي، وكان بيتكلم كما العذراء في خدرها في خدرها، اي ده معتز مطر اتكلم ومش عارف ايه والحكايه. في النهايه بيقف الان في اسطنبول مع النظام التركي مع النظام القطري مع المحور المناول للدوله المصريه، لكني بقول له هو وغيره خلاص الدائره بتدور، وان شاء الله الوعد اللي قلته لكم هعمل معاكم حوارات ان شاء الله في السجن. دي الاشكال اشكال كريهه والله، ناس كتير بتعاتب عليا يقول لي مش عايزين نشوف الاشكال الوسخه دي فشيلها احسن. طبعا السودان على لسان عبد الفتاح البرهام القائد العسكري السوداني اللي ماسك المرحله الانتقاليه اعلن انه سواكن لم تعد تركيه، سواكن سودانيه والتراب السوداني لن نفرط فيه. بسرعه الخارجيه التركيه اصابها حاله رعاش سياسي. ايه اللي حصل؟ طلعوا بيان، قال متحدث الخارجيه التركيه ان الانباء الوارده في الاعلام حول امكانيه الغاء الاتفاقيه المبرمه بين تركيا والسودان بشان جزيره سواكن السودانيه لا علاقه لها بالواقع عبر الاناضول. الاتراك في حاله رعاش سياسي، مما يجري في السودان، مما يجري في ليبيا، مما جرى في مصر، مما يجري في الجزائر. الاتراك بتوصد أمامهم جميع الأبواب، لم يعد أمامهم إلا حرب أهلية داخلية بين الأكراد وبين الأتراك وبين العلويين. نسأل السلامة للشعب التركي. في النمسا الأناضول قالت حاجة غريبة جدا. حظر النمسا لشعار الإخوان المسلمين ظاهره الأمن وباطنه القمع. حظر النمسا لشعار الإخوان المسلمين أهو. لما كنت في النمسا خلال الفترة الماضية خرجت بمعلومة، وكانت إحنا أول ناس أعلننا هذه المعلومة، إنه حظر جماعة الإخوان المسلمين وشعارها وأي حد يرفع شعار الإخوان المسلمين داخل النمسا ده بمثابة عمل إرهابي. قلنا هذا، وكان ده اجتماع أمني وتم الاتفاق والتوافق عليه. لسه النهارده بعد مرور كل هذه الشهور لقيت الاناضول وكاله انباء الاناضول بتكلم على حظر النمسا لشعار الاخوان المسلمين، بينتقدوه بيقولوا ظاهره الامن بالنسبه للنمساويين وباطنه القمع. النمسا بتقمع، يعني الاتراك بيتهموا النمسا بالقمع. ليه؟ لانهم قالوا انه شعار الاخوان المسلمين بيمثل شعارا ارهابيا محظورا داخل تركيا. اعتقد انه هذا الكلام اللي قالته الاناضول داخل النمسا، انا اعتقد انه الاناضول طبعا بتوضح الامور. جاي منين؟ جاي من الاناضول. الاناضول منين؟ من تركيا. تركيا منين؟ اخوان المسلمين. اخوان المسلمين منين؟ من قطر ضد مصر، عشان تعرف يعني. ده خلاصه الاناضول يعني. لكن تعالوا بقى، ده انا بيفكرني بحاجه. انا بدعو دعوه من هنا الى نواب البرلمان المصري، اعضاء مجلس النواب المصري، انه يتقدم احدهم بمقترح أو بمشروع قانون عاجل لتجريم رفع شعارات ربعة وتجريم رفع شعار سيفين متقاطعين ومصحف اللي اسمه شعار جماعة الإخوان المسلمين وأعده، تجريم رفع صور لشخصيات بتمثل الإرهاب وقامت بعمليات إرهابية أو محكوم عليها بحكم إرهابي. لا يمكن أن أجد صفحة من صفحات الفيسبوك موجود عليها واحد عامل لي شعار ربعة رافع أصابعه الأربعة واللي ربعة باللون الأصفر. أنا بقول تاني، في ألمانيا وفي النمسا لو حد رفع شعار النازي جريمة بيعاقب عليها بالسجن. شعار النازي دي بتهدد السلم داخل ألمانيا، شعار النازي، فمن ثم الشعار ده جريمة. أنا بقول في مصر جريمة بتهدد الأمن القومي المصري أكثر من تهديد
شعار النازية في ألمانيا لأمن القوم الألماني، فمن ثم أحزو حزو الألمان. وأنا بقول تاني لمجلس النواب، وبرفع صوتي من هنا من هذه المنصة للمنصة التشريعية المحترمة، نحن في حاجة إلى تشريع عاجل، قانون عاجل يجرم استخدام إشارات أو علامات بتمثل عمل أو مؤسسة إرهابية على غرار الإخوان. يعني علامة رابعة والسيفين المتقاطعين اللي هو بيمثل شعار الإخوان، وواحد زي مرسي عاملين لي ختم مرسي، مرسي ده في السجن راجل عميل وخاين، بالتالي من يرفع ولا يضع صورة مرسي ومن يرفع صورة رابعة أو شارة رابعة أو يتحدث بمثل هذا الحديث، هذا بيمثل إحنا في معركة لا عودة فيها ولا تصالح فيها ولا تسامح فيها. وقلت أن مصر بين الصفع والصفح، ومصر اختارت الصفح، لن نتوانى، هذه المعركة معركة إلى النهاية، فمن ثم يجب أن تكون معركة شاملة بالقانون وبالدستور. وأنا أدعو رجال القانون وأدعو رجال التشريع أن يبدأوا في صياغة قانون يجرم استخدام شارات رابعة وعلامات الإخوان وكل هذه اللوجهات الموجودة للجهاد زمان والتكفير والهجرة ومين ومين، يلم الحاجات دي كلها يطلع لنا قائمة احنا ممكن نعملها احنا ونعرضها كمقترح، يتم تجريم استخدام هذه العلامات او الاشارات في وسائل التواصل الاجتماعي او المحررات الرسمية في كل شيء. كنت أتحدث عن ما يجري في ليبيا، لكن سوف أبدأ بها إن شاء الله حلقة الغد. دمتم في أمان الله، غدا نلتقي.